ظل الإجراءات الحكومية لاحتواء وكبح انتشار وباء كورونا، إلا أن عدد الإصابات والوفيات يعود للتحليق من جديد، وتتهاوى فرنسا مجدداً أمام ضربات الوباء. ولتدارك الوضع، ها هي الرئاسة تعود مرة أخرى بحزمة جديدة من التدابير الوقائية، علها تقلل من حجم خسائر البلاد بعد أن قاربت أعداد الوفيات عتبة 100,000، بالإضافة إلى تعميم جميع الإجراءات السابقة على كامل التراب الوطني من حظر تجول وحجر صحي. كان للمدارس هذه المرة نصيب من القيود. Oui, il faut freiner le virus. نعم، يجب علينا كبح جماح الفيروس. سنغلق أيضا دور الحضانة والمدارس والكليات والمدارس الثانوية لمدة 3 أسابيع. نعم، يجب أن نحافظ على التعليم والتعلم. لهذا السبب سيتم تعديل التقويم المدرسي حتى لا نترك أطفالنا بمفردهم وبدون تعلم. وبما أن المحيط المدرسي تأثر وبشدة خلال هذه الموجة الثالثة من الوباء، لم يتماسك العاملون في القطاع طلبة وتلاميذ من التعبير عن غضبهم إزاء الوضعية التي آل إليها القطاع بعدما اجتاح الوباء أروقة المدارس. سأكون حزينة، لا أريد ذلك. سأكون مجبرة على الدراسة عن بعد، ولن يكون باستطاعتي رؤية أصدقائي وصديقاتي. إذا وجب الغلق، أعتقد أنه لا يجب الانتظار طويلا، لأن الآن الفرق منهكة، وأعتقد أن سياسة الترقيع لا يمكن لها أن تدوم مع الوقت. فبمرحلة ما عليك أن تتحمل المسؤولية، وربما يجب الوصول إلى هذا الحد. من ناحية أخرى، تعتمد فرنسا بشكل كبير على عملية التلقيح، لكونها حتى الآن الأمل الوحيد في إخراج البلاد من الأزمة الصحية. هذا ومن المتوقع حسب تأكيدات الرئيس ماكرون الشروع في برمجة رزنامة لإعادة الفتح التدريجي والمشروط لجميع الأماكن المغلقة بين منتصف شهر مايو وبداية الصيف. حالة استنفار قصوى تعيشها فرنسا في زمن الجائحة، ورغم توفر اللقاح أغلقت المدارس، وكل من له صلة قرابة بالطب هو مدعو من طرف الرئيس للالتحاق بجبهة الدفاع عن الصحة العامة. أما باقي المواطنين فما عليهم سوى الالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه اليوم. كاهنة مريم حانوتي لتلفزيون دولة الكويت، باريس.